المبادرة اسمها مبادرة أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية، فهي بتتكلم على حاجتين، تطبيقات وألعاب. طبعا الألعاب جزء من التطبيقات، ولكن هنا في تركيز على الألعاب الرقمية. هي دي المبادرة. تستهدف إيه؟ تستهدف في خلال 3 سنين إنك تعمل حاجتين، تدرب 10,000 شاب مصري وأفريقي على التكنولوجيا الحديثة في مجال التطبيقات والألعاب. الشق الثاني إنك تعمل 100 شركة ناشئة مصرية وأفريقية. فأنا بستهدف كمان دعم أفريقيا كلها في هذا المجال. الدول الأفريقية إحنا خطبناها النهاردة، في عندنا 14 دولة أفريقية وافقوا على الاشتراك. لو الشباب دخل على موقع AAL اللي هي African App Launchpad AAL.gov.eg هيلاقي مسارات التدريبية موصوفة، هيلاقي كل واحد منهم بيبتدي امتى وبيخلص امتى، هيلاقي ازاي يسجل نفسه، هيلاقي اسماء الدول الافريقية اللي وافقت على الاشتراك. طبعا احنا غير مصر بنستهدف كل 54 دولة افريقية، يبقى كده مجموعنا 55، ولكن حاليا جالنا موافقة من 14 وفي انتظار الباقي. انا هنا في نطاق المسابقة بتكلم على العاب الكترونية على الموبايل، فبالتالي انا مش داخل هنا ان انا بدون ذكر اسماء العاب على اجهزة او على كونسول، انا بتكلم على الموبايل، وده مجال مفتوح وفرص النجاح دي فيه كتيرة. وممكن اجيب لك امثلة بشركات ناشئة ابتدت من اقل من 2 سنين والنهاردة بتعمل مليارات، وفي العاب معروفة حتى النهاردة من شركة اكس وشركة واي خلت الشركات دي بمليارات الدولارات. اذا الفرصة موجودة، وميزة مجال تكنولوجيا المعلومات انك انت لما بتنجح او بتاكسل او بتتميز وعندك ماركت كبير مليان شباب زي افريقيا بيبقى عندك فرص اكبر، وخصوصا لو عملت العاب فيها حتة اللوكاليزيشن، فيها حتة المحلية، تعمل العاب فيها تركيز على الفراعنة، فيها تركيز على كذا، ده بيبقى ليه جاذبية خاصة وانت بيكون عندك ايدج، بيكون عندك ميزة بتقنع الناس. فبالتالي لا، البوتنشال موجود والامكانيه موجوده، ولكن هو فاضل ايه بقى؟ انك تعلمه كويس قوي تكنولوجي حديثه للالعاب. يعني ايه؟ اعلمه فيرتشوال رياليتي، اوجمنتد رياليتي، اعلمه الحاجات اللي انا ممكن لو عملت لعبه فرعونيه ومع اوجمنتد، يعني صور من حاجات فعليه للفراعنه مع حاجات فيرتشوال افتراضيه اعملها بالفيرتشوال رياليتي، يبقى ليا ميزه بتصميمات جيده بحاجات جاذبه تدي توعية للسياحة في مصر وفي نفس الوقت تبقى لعبة شيقة. احنا بالنسبة لنا احنا اللي هنعمله لما نعمل المسابقة هندي جوائز للشركات كسيد فند، ممكن كل شركة 10,000 دولار او هذا القبيل، لكن طبعا بنأمل ان المستثمرين المحليين والعالميين يحطوا فلوس في هذه الشركات. انت في المتوسط، والمعلومات دي متاحة على الموقع، ممكن في المتوسط بتتكلف على التدريب الواحد لان ده كورس اونلاين بالاضافة الى فيزيكال او وجها لوجه مرة كل أسبوعين، بتتكلم على حوالي يمكن 300-400 دولار للفرد، فممكن تضرب في العدد تجيب المعادلة.